عودة مجددا لمباراة الترجي الرياضي وبلاتو يونايتد النيجيري. نذكر بالنتيجة الحاصلة إلى حد الآن، التعادل دون أهداف بين الفريقين. إن شاء الله الترجي ينجح في التسجيل وينجح في المرور إلى دور المجموعات. هاو نذكر بالتشكيلة الأساسية للترجي الرياضي. صدقي الدبشي في المرمى مع محمد أمين توغاي، ياسين مرياح، غادر محمد بن علي بسبب الإصابة والبديل معتز دام، أمين بن حميدة على اليسار في وسط الميدان، غيلان الشعلالي، فوسيني، كوليبالي، صابر بوغرين، حمد الهوني، عزيز عبيد ومحمد علي بن حمودة على بنك البدلاء، معز بن شريفية. عودة محمد علي بن رمضان للرصيد البشري بعد تعافيه من الإصابة، هاني عمامو، غيث وهابي، حسام دكدوك، محمد فيصل أبو زريك، شرارة الأردني، أنيس البدري، ورياض بن عياد الجزائري. مهم جدا عبد الرحمن الوصول للشباك النيجيرية، لأنه نتيجة التعادل دون أهداف ما تخدمش مصلحة ممثل كرة القدم التونسية. التسجيل هجوميا مع الحذر دفاعيا، هذا مقوم النجاح إن شاء الله في مباراة اليوم. مخالفة ومؤشر إيجابي مع انطلاق الشوط الثاني، وفي انتظار استعراض تشكيلة بلاتو يونايتد. حمد الهوني، الترجي مطالب باستغلال مثل هذه الكرة الثابتة القريبة من مرمى الحارس. أي لوزو، مباراة صعيبة كما الموسم الفارط في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في أكتوبر 2021. ننتظر حمد الهوني والحارس أي لوزو، الكرة باش ترجع لصالح بلاتو يونايتد. كانت كرة ثمينة في الشوط الأول، ومحمد علي بن حمودة مرة أخرى ما يقتنش الكرة الأخيرة. شفنا في الشوط الأول تصويبة في مسافة قريبة من الحارس أي لوزو، التصويبة من بن حمودة. إن شاء الله الترجي تكلل المجهودات بالتسجيل بإحداث الفارق بالفوز والتأهل لدور المجموعات. تشكيلة بلاتو يونايتد اللي كان الثاني في البطولة نهاية الموسم الفارط، أي لوزو والقائد جيمس إيتودو، محمد رابيو، نوانيزي، كريستوفر، ميرو، إيمانويل، أبو بكر، إبراهيم، تشابي، كاتو، إبراهيم مصطفى، أوبارا، أوستين، إفياني، إيمانويل وأمبروز. إيمانويل مباراة الذهاب الاحتياطيون، ألبير إيلاري، أنتوني، أنوزي، مصطفى عبد الله، شيميزي، فانسون، أديكوي، وكذلك حسن ياكوبو طاقم تحكيم المباراة، وبالطبع الحكم الدولي المصري الموكل لإدارة المباراة إبراهيم نوردين، سمير جمال سعد، وأيضا يوسف البوساتي. الترجي الرياضي التونسي في مهمة كما قال رفقي، السعي للتسجيل وحذاري من اللاعب المسجل إبراهيم مصطفى لهدف في مباراة الذهاب، وهو قلب الهجوم. النسق يزم يكون أسرع من جانب الترجي للمباختة للتسجيل، وتجاوز الحارس أي لوزو والصدام اللي خذا مكانه من الجهة اليمنى هو متوسط ميدان. وإن شاء الله الترجي يهتدي للأسبقية، يهتدي للتسجيل. ورمية تماس ترجع للترجي الرياضي، خليها عزيز عبيد إلى البديل معتز صدام، واحد من بين الانتدابات الجديدة للترجي. كرة بن حمودة، بوغرين، 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 وضاعت ركنية. أي لوزو يتدخل، ضربة ركنية تونسية ترجية. شاهد بن حمودة مهد بوغرين، روض ثم سدد ركنية هون الرأسية، وقيت هدف لممثل كرة القدم التونسية. توغاي وياسين مرياح، كرة ثانية العزيز عبيد براس وفوق العارضة. تتحرك الماكينة الهجومية للترجي. بوغرين كان قريبا من افتتاح باب التسجيل،
ومرة أخرى الرأسية من بير حمودة جات بعيدة على مرمى أيلوزو حارس مرمى نادي بلاتو يونايتد النيجيري. النادي هذا الصفاقسي في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية تأهل إلى الدور القادم بعد الانتصار على فاسيل كينياما في ملعب الطيب المهيري، هدف دون مقابل. والاتحاد الرياضي المناسيري قبل هذا كرة للترجي حمد الهوني مقطوعة من الفريق النيجيري. قلت الاتحاد الرياضي المناسيري منهزم بثنائية في القاهرة أمام النادي الأهلي. ممثل آخر لكرة القدم التونسية في رابطة الأبطال، الاتحاد اللي منطقيا باش يشارك في الكونفدرالية. نعود لمباراة ملعب رادس، هذه فرصة كبيرة في الكرة الأخيرة لصابر بوغرين. الترجي قريب، وكما ذكرت في الفترة الأولى العلامة الكاملة لجماهير الترجي الوفية الغفيرة، اللاعب رقم واحد في مثل الوضعيات هذه يا عبد الرحمن. أكيد تمتعت الجماهير بإنجازات فريق كرة اليد في الثلاثة أسابيع الأخيرة في انتظار المشاركة في السوبر جلوب، ودفع معنوي كبير من الجماهير المؤازرة لفريق كرة القدم على أمل تخطي وتجاوز بلاتو يونايتد. الترجي افتتح النتيجة في أبوجا ثم قبل زوز أهداف ويسعى للتدارك. غيلان يرجع لحارسه صدقي الدبشي، أكيد ثم تدعيم للهجوم حسب رأي بن عياد باش ياخذ مكانه في التشكيلة، لما لا أنيس البدري في انتظار مآل بقية الدقائق. حرص الترجي على التسجيل، حرص الترجي على تجاوز الحارس أيلوزو مرياح ثم معتز قدام، لكن ثم بن حمودة يخرج من مناطق الجزاء. وصابر بوغرين عنده وضعيات متاع تصويب بوغرين الكرة مباشرة لمحمد أمين بن حميد، التوزيعة عدو زين بوتو معتز الزدام والاستماتة من إيتودو. إيتودو ينقذ الموقف مع صعود معتز الزدام. معوض محمد بن علي من الجهة اليمنى هو لاعب هجومي رفقي يكون ألاز في مناطق المنافس. الدعم الجماهيري، الضغط المتواصل من جانب الترجي الرياضي التونسي على مرمى الحارس أيلوزو في هذا النقل المباشر على الوطنية الأولى والمواكبة لالتزامات الأندية التونسية على المستوى الأفريقي والأدوار الحاسمة للوصول لدور المجموعات في انتظار مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم. الكرة تبقى للترجي، ودائما إعادة من جديد للفرصة الأخيرة أو تدخل من الدفاع، والحارس أيلوزو ينقذ الموقف. يظل معناها من خلال المحاولة هذه يسخن أكثر حارس فريق بلاتو يونايتد، والحوارات الأخيرة والمجهودات من حمودة والكرة ديفي والمتابعة للركنية للترجي في أجواء كما قال رائعة رفقي بوستة منذ قليل. صابر بوغرين والأولوية حاليا لدفاع بلاتو يونايتد. وحمد الهوني، حمد الهوني كرة خارج الميدان. الترجي الرياضي التونسي ساعي، الترجي الرياضي التونسي بكل قوة بضغط على مناطق أيلوزو. إلى حد الآن لم ينجح في التسجيل، وتجاوز الأسبقية إلى المحرزة من بلاتو يونايتد في أبوجا. وضربة مرمى لفريق بلاتو يونايتد النيجيري. الترجي إن شاء الله قادر على التسجيل، الترجي قادر على اقتلاع ورقة العبور إلى دور المجموعات. كرة من بن حمودة لكن مقطوعة من دفاع فريق بلاتو يونايتد. لا وجود ضربة مخالفة، ترجع تونسية، ترجي على اليمين يمشي القدام يا زدام. أين التمرير؟ يرجع لي وسط الدفاع وين موجود ياسين مرياح إلى حارسه محمد صدقي الدبشي. كرة لفوسينية وغيلان الشعلالي. أين التمريرات؟ التمريرات البينية متاع غيلان. كرة على اليمين لمعتز الزدام. حمد الهوني مقطوع الكرة لكن التماس لصالح الترجي. كرة من معتز الزدام إلى محمد علي بن حمودة. بن حمودة
يحافظ على كورته، يبحث عن الحل، يلقى غيلان يغير اتجاه الكرة على اليسار البن حميدة قبل ما تخرج تماس، ولكن ياخذها أبو بكر إبراهيم. أبو بكر إبراهيم مطالبة بضربة ركنية من محمد علي بن حمودة، تمشي تماس لصالح الترجي الرياضي. ما خذاش الكرة أبو بكر إبراهيم، يتواصل ضغط وهيجان هجوم الترجي مع تواصل التشجيع لجماهير الترجي في المدرجات. كرة حامد الهوني، هوني 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 جول الهوني. هذه الإعادة، التمريرة باليمين بن حمودة مش على الساق اللي حبها ساق اليسار، ضربة ركنية للترجي. شاء الله الترجي يقترب، شاء الله الترجي يقترب من هدف افتتاح باب التسجيل. يمشي بوغرين المغربي لتنفيذ ركنية للترجي. صابر بوغرين، بوغرين اي تو تو ياخذ الكرة على القائمة الأول تقريبا قبل ما تخرج بوغرين. هجمة للترجي، البحث على غيلان، العرضية داخل منطقة الجزاء ويتدخل دفاع بلاتو يونايتد. الكرة الثانية حمد الهوني، العرضية بالراس بعيدة على مرمى الفريق النيجيري كانت من زدان. أكيد تفاعل رفقي إلى حد الآن. نشوفوا معتز زدام كيما قبيليكا على دوزيام بوتو، والتصويبة الرأسية فوق المرمى. وكما قلت حمد الهوني كان نجم يصوب، حمد الهوني كان ينجم يصوب مباشرة. وأكيد بالنسبة لحكم المباراة التوصيات الحارس أيلوزو إبراهيم نوردين الدولي المصري، عدم المحاولة إذاعة الوقت إلى حد الآن. إضافة لمعتز الزدام المعوض لمحمد بن علي، خروج اضطراري والكرة باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. يخلق في فرص، متواجد في مناطق المنافس، ونشوفوا يبعدوا في الكرة زملاء تشيمس إيتودو. ما ثماش حل أمام الضغط القوي للترجي، لكن إلى حد الآن اللمسة الأخيرة، اللمسة اللي تخلي الترجي والكرة والتسجيل، ووضع الترجي في وضعية مناسبة للتأهل إلى دور المجموعات. الكرة من جديد ياسين مريح يصعد كذلك في كل الكرات الثابتة. عزيز عبيد يقدم في مردود طيب اليوم في ملعب رادس. غيلان الشعلالي ثم كوليبالي مريح. تونسي ضغط متواصل من لاعبي الترجي أملا في التسجيل، ومجهودات كبيرة من محمد علي بن حمودة إن شاء الله تتوج بالتسجيل. يقوم بضغط كبير بثقل كبير على دفاع بلاتو يونايتد، وذي معناه الحلول اللي يحكي عليها المدرب المساعد قبل المباراة، العمل على المرتدات من جانب بلاتو يونايتد، والتدخل الأخير والانذار، الانذار لغيلان الشعلالي. بتبع كي يكونوا كل اللاعبين والأغلبية متاحهم في الهجوم، هو يرجع ويغطي مع صعود أمين بن حميدة. التدخل الأخير والمخالفة المرتكبة على أبو بكر إبراهيم. إلى حد الآن النتيجة 0-0، وفرص مع توفرت مع بداية الشوط الثاني، وكان الحارس أيلوزو في المكان المناسب. ونبيل معلول يواصل تقديم النصائح والتعليمات من المنطقة الفنية. وضربة مخالفة نيجيرية، محمد علي بن رمضان العائد لتعزيز الرصيد البشري للترجي. كرة بالراس، الزدام يقطع الكرة، يتجاوز يتودو، يمشي القدام، يلا زدام، تبقى الكرة للترجي. ممتاز، يبحث عن التمرير، كرة لعزيز عبيد من رواق اليمين. عزيز عبيد يمر وضربة مخالفة، مر عزيز عبيد وضربة مخالفة للترجي. هو الانذار، الانذار لكريستوفر نوانزي، انذار ورقة صفراء لمدافع بلاتو يونايتد النيجيري با
بعد عمل من عزيز عبيد على الرواق اليمين في الإعادة مر عبيد وارتكب وانزير مخالفة، ضربة مخالفة كانت واضحة والإنذار مستحق اللي استخدمه واستعمله الحكم المصري إبراهيم نور الدين. نلعب في 61 دقيقة لعب في المباراة، دائما التعادل دون أهداف، الترجي يحتاج على الأقل هدف لإدراك دور المجموعات للوصول لدور المجموعات لكي يواصل رحلة المراهنة على اللقب القاري. ضربة مخالفة كالعادة، يمشي بوغرين، يمشي صابر بوغرين، وجمهور الترجي مازال صابر، مازال يشجع لكنه يستنى في البونت الأول. صابر بوغرين المغربي يستعد للتنفيذ كالعادة، يمشي التنفيذ كل المخالفات بالنسبة للترجي. بوغرين، بوغرين وين الكرة الثانية؟ تسويبة، تضرب في الدفاع، كرة بونتو، كرة هدف للترجي ولكن مقطوعة من دفاع بلاتو يونايتد النيجيري، مباشرة من دفاع بلاتو يونايتد إلى الحارس محمد صدقي الدبشي. صحيح الترجي ضاغط، صحيح الترجي يلقى في فرصة الوصول أمام مرمى آيلوز هو، لكن المطلوب والمهم هو حطان الكرة في الشبكة، وضع الكرة في الشباك، التسجيل حتى يتمكن ممثل كرة القدم التونسية من الوصول للدورة القادمة. وزوز تغييرات عبد الرحمن، التغييرات تتواصل من جانب المدرب نبيل معلول. أكيد التدعيم، تدعيم الهجوم وكذلك لاعب هداف ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية، سجل تريبلي الموسم الفارط، تجاوز العملية الجراحية اللي أجراها محمد علي بن رمضان في مثل هذه المواعيد دائما كان حاسم وسجل، رغم أنه متوسط ميدان لكن عنده النزعة الهجومية، عنده اللمسة الأخيرة وأيضا التسجيل والتهديف. أكيد بالطبع رفقي ثم إضافة بالنسبة للتغييرين. شرار الأردني سيشارك في أول مباراة رسمية ليه مع الترجي. الحلول بالنسبة لنبيل معلول، يغادر بوغرين وباش يدخل برمضان، وأيضا تأخير آخر بدخول الأردني محمد أبو زريك الملقب بشرارة مكان عزيز عبيد. تقريبا الكل في الكل لنبيل معلول من أجل الوصول لشباك الفريق النيجيري. أكيد شرارة بتبع إن شاء الله يكون أيضا شرارة من مرمى الحارس أيلوزو، لاعب دولي الأردني كان محترف في البطولة الليبية، وبالطبع عودة بالرمضان للمسابقات كان متغيب لأسباب صحية على التزامات الترجي التونسي في أبوجا لقاء الأسبوع الماضي، وكذلك لقاء الودية للمنتخب التونسي في شهر سبتمبر الماضي. صدقي الدبشي الكرة في وسط الميدان وإيتودو مباشرة إلى أوبارا، أوبارا أوبارا، والمخالفة لصالح الفريق بلاتو يونايتد إلى حد الآن. حكم المباراة إبراهيم نور الدين بنجاح يدير هذا اللقاء وأعطى لكل ذي حق حقه من جانب الترجي أو بلاتو يونايتد. قريب من المخالفات شفنا في الشوط الأول تفطن لهفوة الحارس أيلوزو، وهدف كان مسبوق بتسلل من أبرز مهاجمي لحد الآن في الترجي واللي يحدث الخطر على مناطق الحارس أيلوزو. في الأثناء تدخل حاسم من معتز الزدام، تغيير اضطراري، بن علي غادر الميدان، نبيل معلول سبق له كمدرب إحراز اللقب الغالي تشامبيونز ليج 2011 ومعها أيضا البطولة والكأس مع الترجي كلاعب خاض النهائي ضد فريق جورما هي 1987. خرج من مناطق بلاتو يونايتد والركنية إلى حد الآن من شابي كاتو، شابي كاتو صاحب المركز الثاني، ما فازش بالبطولة الموسم الفارط
الكرة مباشرة خارج الميدان للترجي الرياضي التونسي رفقي. إن شاء الله هذه التغييرات تؤتي أكلها والترجي ينجح في التسجيل. إن شاء الله الترجي ينجح في التسجيل. ما زالت المباراة طويلة، نلعب في 66 دقيقة لعب في المباراة، دائما التعادل دون أهداف بين الترجي الرياضي وفريق بلاتو يونايتد النيجيري. كرة لياسين مرياح يرجع لمحمد صدق الدبشي. النقطة الإيجابية وأن جمهور الترجي لا يزال يشجع، جماهير الترجي تساند في فريقه، وهذا المطلوب في وقت كما هكا وقت تصعب الأمور. جمهور الترجي قد يكون الحل. كرة لياسين مرياح، لمسة من شرار الأردني إلى فوس نيكوليبالي. الترجي مطالب بالضغط، مطالب بالخلق الفرص. هذه كرة بن حمودة، يلا بن حمودة، يلا بن حمودة، بن حمودة على حدود منطقة الجزاء. بن حمودة إلى حمد الهوني، هوني يرجع إلى منطقة وسط الميدان. فوسي نيكوليبالي محمد أمين بن حميدة، كرة لصالح الترجي. بن حميدة حاول المرور، يربح التماس، يربح التماس. دائما الامتلاك والاستحواذ لممثل كرة القدم التونسية الترجي. كرة في محور الدفاع، فوسي نيكوليبالي يغير لياسين مرياح، يقدم ياسين مرياح العرضية من ياسين مرياح في اتجاه الدفاع النيجيري، لكن الكرة الثانية ياخذها محمد أمين توغاي. محمد أمين توغاي، محمد أمين بن حميدة، بن حميدة البن رمضان، توغاي توغاي، كرة بعيدة كل البعد على حمد الهوني، وضربة مرمى لفريق بلاتو يونايتد النيجيري. بلاتو يونايتد اليوم مدعوم حتى من مدرب المنتخب النيجيري جوزيه بيسيرو، المدرب الجديد للنسور الخضراء النيجيرية بعد تجربة منتخب فنزويلا. هو المدرب الجديد وكان حاضر في التدريبات وشارك حتى في الإعداد نتاع المباراة، مدرب المنتخب النيجيري جوزيه بيسيرو. وهذا تضيع الوقت، وهذا اللي تعودنا به في مثل هالمناسبات هذه مع الفرق كما فريق بلاتو يونايتد النيجيري. يبقى موقع على أرضية الميدان واحد من الملاعبية حامل الرقم 3 إيتودو، أو فعلا كريستوفر نوانزي على بنك على أرضية الميدان. 68 دقيقة لعب عبد الرحمن في الكورة، ما زال برشا وقت. الترجي يحتاج فقط لهدف للمرور، قادر على ذلك في ظل الحقيقة الهجمات العديدة والمحاولات، ولكن يلزم التركيز وخاصة التجسيم أمام المرمى. صحيح، وعلى ذكر الحوارات التونسية النيجيرية، المنتخب التونسي في الكان كان أزاح المنتخب النيجيري بالأرمدة، والمحترفين يدافع على الهدف نتاعو فريق بلاتو يونايتد على الأسبقية الضئيلة المحرزة في أبوجا. شفنا دخول الدولي الأردني الملقب بشرارة، عودة محمد علي برمضان مع الهوني مع بن حمودة، أيضا معتز الزدام اللي يقوم بدور هجومي رغم تعويضه لمحمد بن علي، كان دائما متواجد في أغلب الهجمات على مستوى القائمة الثاني. إلى حد الآن الحارس أيلوزو تألق وتفادى أهداف للترجي في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني، والفرصة خاصة مع نهاية الشوط الأول والكرة اللي كانت ضعيفة من بن حمودة في دين أيلوزو. من جديد محاولة اختراق دفاع بلاتو يونايتد من الجهة اليسرى، أمين بن حميدة والكرة باش ترجع لصاحب المركز الثاني الموسم الفارط في البطولة النيجيرية لكرة القدم. منذ فترة الأندية النيجيرية فقدت بريقها على المستوى القاري ومنطقي، المحترفين الكل يمشيوا لأوروبا، والفريق الأول بطبع يتكون من لاعبين يحترفوا في أندية أوروبية بارزة. رغم ذلك المنتخب التونسي كان أزاحه في الكأن الأخيرة. الترجي الرياضي التونسي مع دعم الجماهير هنا في رادس يتقدم من خلال معتز الزدام، محاولات متكررة لإيجاد حل لدفاع بلاتو يونايتد وإيتودو.
إيتودو إلى حد الآن هو أبرز مدافع في التشكيلة، يتدخل أمام معتز الزدام، تشويق كامل هنا في رادس، والترجي الساعي للتسجيل، الساعي لإحداث الفارق لتجاوز بلاتو يونايتد. كرة معناها ما كانتش على مستوى القائم الثاني، التدخل كان سهل من جانب إيتودو والدولي الأردني في توزيعة أخرى يسارية، الإمكانية ومن جديد التوزيعة والاستماتة من مدافعي بلاتو يونايتد، وكان أيضا المساهمة من ياسين مريح، التوزيعة متاعو قصيرة وجانبية من دوغاي، جانبية الكرة الأخيرة في محور دفاع بلاتو يونايتد، التصويبة الرأسية نشوفوا مريح يهتدي للتوزيعات، ومحمد علي بن حمودة مرة أخرى محمد علي بن حمودة ماهوش محظوظ، والتوزيعة ممتازة ودقيقة من جانب ياسين مريح اللي ماهوش مدافع محوري عادي، عنده الخصال باش يساهم في الحلول عبر التوزيعات. تقريبا من مناطق بلاتو يونايتد مرة أخرى يربح أيلوزو الحوار، والكرة الأخيرة معناها جانبية إلى حد الآن لم يهتدي بن حمودة للتسجيل، رغم التوزيعات اللي من جهة بن حميدة وكذلك معتز الزدام، شرارة في مناطق بلاتو يونايتد، فرصة للترجي الرياضي التونسي، ومن جديد بن حمودة يخفق في التسجيل. رغم العمل الكبير أمامكم الإعادة للأردني شرارة، التمريرة الدفاعي ضايق بن حمودة ويمنعه من التسجيل، كرة لمحمد صدق الدبشي، الترجي يحاول، الترجي يضغط، الترجي يقترب، وإن شاء الله الهدف قادم لممثل كرة القدم التونسية. كرة للأردني شرارة، ساحب ساقي صار ممتاز المعتز الزدام، يعاود يطلب شرارة مرة أخرى الزدام، يلا معتز، هاينة العرضية داخل منطقة الجزاء، وضربة ركنية، ضربة ركنية ترجية تونسية، وإن شاء الله على أثرها تجي راس باقية لممثل كرة القدم التونسية. يمشي شرارة لتنفيذ ضربة الركنية للترجي، شرارة الأردني بالساق اليسار، شرارة وهذه راسية بعيدة على مرمى أيلوزو حارس مرمى فريق بلاتو يونايتد النيجيري، رأسية محمد أمين توغاي كانت بعيدة، هذه الإعادة بعد تنفيذ من شرارة الأردني الجزيري توغاي بالرأس، كرة مشات بعيدة على مرمى أيلوزو. قلت تضيع الوقت من سمات فرق كيما بلاتو يونايتد النيجيري، يعرف نتيجة التعادل دون أهداف تخدم من مصلحته باعتبار سباقية الذهاب، يضيع الوقت الفريق 74 دقيقة لاعب في المباراة، ما زال برشا وقت، ما يحسب لجماهير الترجي اللي قاعدين نسمعوا فيها الآن هو وقوف هورا ناديها، وهذا المطلوب التشجيع الهزيج الهتافات، لأنه عندها ثقة في فريقها القادر على التسجيل في ما تبقى من زمن المباراة. عبد الرحمن رياض بن عياد، حسب رياض بن عياد سيكون خيار آخر، الحقيقة ربع ساعة أخيرة تلعب الكل في الكل، قلب هجوم عنده الخبرة، هداف وفاق ستيف، واحد من المنتدبين الجد، يعرف مليح المسابقة هذه، قادر إن شاء الله على تقديم الإضافة لخط هجوم الترجي تقريبا ربع ساعة أخيرة، دون اعتبار كم سيضيف إبراهيم نور الدين وقت ضايع 0-0، إن شاء الله تتغير النتيجة في قادم الدقائق لممثل كرة القدم التونسية. انذار مستحق لأنه مش أول مرة أيلوزو يضيع الوقت. صحيح، ونبع عليه منذ قليل الحكم إبراهيم نور الدين، حكم إلى حد الآن يدير المباراة باقتدار، حكم حازم إلى حد الآن، التعادل 0-0، وتغيير آخر منتظر بعد قليل في هجوم الترجي الرياضي التونسي، كل الحلول أملا في التسجيل وتجاوز الحارس أيلوزو، مجهودات شفنا
من جانب الترجي، لكن تسيم في مناطق الجزاء إلى حد الآن هو اللي غايب رغم المحاولات والتصويبات والتغيير بعد قليل في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. حسام الدكدوك ورياض بن عياد اللاعب السابق لبارادو، متكون في بارادو وكان معار الموسم الفارط للوفاق الصيفي، والعب ضد الترجي والعب النصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الأفريقية ضد الأهلي المصري. إذن أيضا إبراهيم مصطفى صاحب أيضا مساهم في أحد الهدفين في مباراة الذهاب، كان معار للهلال السوداني، يرجع إلى الميدان في الأثناء دعم الهجوم. إن شاء الله يتوفق رياض بن عياد للتسجيل، لاعب عنده خصال هجومية كبيرة ياخو مكانه في التشكيلة، والمغادر هو أمين بن حميدة، وكذلك التغيير. إذن دخول حسام الدكدوك في التشكيلة الأساسية، وغيلان الشعلالي يغادر الميدان. اختيارات المدرب نبيل معلول فيما تبقى من وقت المباراة، مباراة هامة مآلها التأهل إلى دور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. يكمل المباراة معلول بن حمودة وبن عياد، أكسيو في مناطق فريق بلاتو يونايتد. إلى حد الآن الحارس أيلوزو كانت عنده الكلمة الأخيرة، وحسام الدكدوك يلعب أكسيال ويلعب كذلك ظهير. إلى حد الآن التعادل دائما صفر مقابل صفر، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. والترجي قادر على التسجيل إن شاء الله في ما تبقى من زمن المباراة. كرة المعتز الدام شرارة الأردني لمحمد علي بن رمضان، ياخذ كورته بن رمضان إلى شرارة، كورة دائما للترجي ما ياخذهاش محمد علي بن رمضان. الهجمة أصبحت سريعة لصالح الفريق النيجيري، حذاري من المرتدات من الهجمات السريعة لفريق بلاتو يونايتد النيجيري. كرة ياخذها سهلة محمد صدق الدبشي، البحث على حسام دكدوك، ذكر خذا مكان محمد أمين بن حميدة، والتماس لصالح الترجي. أيضا رياض بن عياد مكان غيلان الشعلالي، كرة من بن عياد التصويبة بعيدة على الحارس اليوزو، أول لمس للكرة من الجزائري، حاول من ولا من كرة مشات ضربة مرمى لفريق بلاتو يونايتد النيجيري. هذه الهجمة الأخيرة لفريق بلاتو يونايتد، ولكن سهلة كانت محمد صدق الدبشي، ما يلزمش يتواصل من جانب الترجي. كرة بن حمودة، بن حمودة ضربة جزاء، ضربة جزاء إبراهيم نور الدين، ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء للترجي الرياضي في توقيت 79 دقيقة لعب. محمد علي بن حمودة دخل بذكاء بيدها يربح ضربة جزاء لممثل كرة القدم التونسية حمد الهوني، ياخذ الكرة وسيكون إن شاء الله على موعد مع افتتاح باب التسجيل للترجي الرياضي. هذه الإعادة عبد الرحمن واضحة، ضربة الجزاء لمحمد علي بن حمودة، والترجي أمام فرصة لتسجيل الهدف الأول. أكيد رفقي كما قلت، معناه الضغط يولد الأخطاء، وأرغم مدافع بلاتو يونايتد على ارتكاب الهفوة، ويجازى بن حمودة على مجهوداته طيلة اللقاء وطيلة المباراة، والترجي يستحق الحصول على ضربة الجزاء مع ضغط، مع أيضا فريق بلاتو يونايتد كان كله متكتل في الدفاع. وحكم المباراة إبراهيم نوردين يعلن عن ضربة جزاء
مع احتجاجات كبيرة من لاعبي بلاتو يونايتد في هذه الدقائق الأخيرة من اللقاء، والانتظار التنفيذ ضربة الجزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذه الدقائق الأخيرة للمباراة. إيتودو مع إبراهيم نوردين وأكيد رفقي محمد علي بن حمودة أجهد الدفاع المنافس في المقابل. برشا احتجاجات على الإعلان عن ضربة الجزاء بالنسبة لبلاتو يونايتد في انتظار التنفيذ، تنفيذ ضربة الجزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. الحكم الدولي المصري وبالرمضان الاختصاصي منطقيا هو باش ينفذ ضربة الجزاء. سجل عديد الأهداف في الشامبيونز ليج للترجي الرياضي التونسي، العائد للمسابقات، العائد للقاءات. ننتظر رفقي التنفيذ، تنفيذ ضربة الجزاء مع تواصل الجدال بين لاعبي بلاتو يونايتد وحكم المباراة إبراهيم نوردين. إذا في الانتظار بالرمضان في تنفيذ ضربة الجزاء. والحارس أيلوزو ياخو مكانه في المرمى. ننتظر في التنفيذ وفرصة للترجي للتسجيل، فرصة للترجي لتحقيق هدف التأهل إلى دور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. بالرمضان أمام الحارس أيلوزو. ننتظر التنفيذ من جانب متوسط الميدان للترجي الرياضي التونسي. أيلوزو أمامه بالرمضان، يتقدم بالرمضان، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. رفقي فرحة كبيرة للجماهير تستحق إحداث الفارق من جانب فريقها. وهدف الأول عن طريق محمد علي بن رمضان، وأخيرا سجل الترجي من ضربة جزاء سجلها العائد محمد علي بن رمضان. أمامكم مرياح بن رمضان. الترجي نجح في التسجيل، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب رادس من جماهير الترجي. أمامكم على الصورة، قلت جماهير الترجي تدرك تماما وأن فريقها قادر على التسجيل، شجعت، هتفت، كانت وراء فريقها منذ البداية إلى حد الآن. جماهير قلت رقم واحد في مباراة اليوم هي اللاعب رقم واحد، وهذا اللي صار. الترجي من ضربة جزاء تمكن من خطف الأسبقية، الحد الأدنى المطلوب، ولكن مهم جدا الهدف اللي سجله بالرمضان. صحيح، إعادة مرة أخرى لضربة الجزاء الناجحة المسجلة من متوسط الميدان الدولي للترجي، هدف الترجي في مسابقة الموسم الفارط، وينسجل حتى هاتريك في مباراة في دوري المجموعات. ثم إصابة لصدقي الدبشي نهاية مباراة، مع تفاعل جماهير ترجي مع احتجاجات لاعبي بلاتو يونايتد، وهدف ثمين جدا للوصول لدور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. التغييرات حاليا من جانب بلاتو يونايتد، من جانب المدرب فيدليز رقم 7 ألبير إيلاني، رقم 8 ساندي أنتوني، وكذلك رقم 18 شيميزي باش ياخذوا مكانهم فيما تبقى من وقت المباراة. مباراة صعيبة كانت رفقي، تكتل دفاعي كبير لفريق بلاتو يونايتد، البحث على العمق من خلال هجمات إبراهيم مصطفى الترجي التونسي. اليوم كان مطالب بالتسجيل ويرد باله من المرتدات من عكس الهجوم للفريق النيجيري. دخول بالرمضان تزامن مع احراز الترجي على ضربه جزاء، ومؤازره جماهيريه كبيره برشا اليوم، البار الكبيره لجماهير الترجي. يا سلام على جمهور الترجي كيما شكرنا،
واعطينا العلامة الكاملة للجمهور الاتحاد الرياضي مونستيريا الأسبوع الفارط. جماهير الترجي تصنع الحدث، تصنع الفرجة في المدرجات، وكما شفنا جمهور السي اس اس اليوم في ملعب الطيب المهيري، وحتما سنشاهد نفس الأجواء في مباراة يوم غد، مباراة النادي الإفريقي واف سي كيبانجا من زنجبار. الترجي حقق المطلوب إلى حد الآن بالحد الأدنى، ولكن هذا المطلوب واحد بلاش تخليك تمر لدور المجموعات. ما كان الترجي الطبيعي هو الأدوار الأولى، ما كان الترجي هو المراهنة على اللقب القاري، ولكن اللي لاحظناه في السنوات الأخيرة الترجي عندما يمر بوضعية صعبة في الدور التمهيدي الثاني إلا ويمشي بعيد في المسابقة القارية. الترجي لحد الآن ضامن بهذه النتيجة المرور لدور المجموعات في انتظار التأكيد. معتز الزدام في تنفيذ رمية التماس، تقريبا 4 دقائق لعب تفصلنا على نهاية المباراة، دون اعتبار كم سيضيف المصري إبراهيم نور الدين وقت ضائع. يلزم اليقظة دفاعيا، العودة لمناطق الدفاع. كرة رياض بن عياد ما ياخذهاش معتز الزدام، لكن قبل هذا إبراهيم نور الدين للفريق النيجيري. المعطيات تغيرت، حتى المدرب بلاتو يونايتد عندما تأخر في النتيجة عمل 3 تغييرات دفعة واحدة بدوره يبحث عن العودة في المباراة، ولكن لحد الآن أسبقية ممثل كرة القدم التونسية الترجي. هدف دون مقابل بفضل ضربة جزاء ناجحة سجلها محمد علي بن رمضان. ردوا بالنا دفاعيا، كرة ثانية نيجيرية مقطوعة من جانب الترجي. هجمة سريعة رياض بن عياد، ثم حمد الهوني شرارة وحده ماهوش في موقع التسلل. رياض بن عياد مرر لكن مقطوعة الكرة من الفريق النيجيري، وكيما جات ياسين مرياح يبعد الكرة في 88 دقيقة لعب. 2 دقائق تفصلنا على نهاية المباراة. المهم أن الترجي نجح في التسجيل، والأهم المحافظة على هدف الأسبقية. عبد الرحمن، واستغلال صعود حاليا فريق بلاتو يونايتد، ما عادش عنده ما يخسر، يلزمو يسجل فريق بلاتو يونايتد. وتواجد بن عياد، بن حموده، شراره، حسام الدقدوق من الجهه اليسرى، ايضا معتز الزدام اللي عوض احسن تعويض محمد بن علي اللي خرج بعد الاصابه في اواخر الشوط الاول. الترجي دافع الاسبقيه المحرزه، تسجيل ضربه جزاء بفضل محمد علي بن رمضان اللي استرجع مكانه ورجع للكومبيتيسيون بعد تجاوز مخالفات العمليه الجراحيه المجرات. والى حد الان كان تغيب على المباراه الوديه المنتخب التونسي امام جزر القمور وكذلك البرازيل، وكان تغيب على اللقاء الاول في ابوجا الاسبوع الماضي. عرق للكره النيجيريه على المستوى الافريقي، ومع ثم انديه سهله في المسابقات الافريقيه شفنا المفاجات، عديد الانديه العريقه ما توصلش لدور المجموعات، ولات اللقاءات كلها صعيبه بدايه من الادوار التمهيديه. ما نحكيوش على قوه دور المجموعات، ومش اي فريق نجم يراهن على اللقب الافريقي الغالي. وشفنا الموسم الفارط نهائي كبير برشا من طراز عالي بين الوداد والاهلي المصري، ريكوردمان بالنسبه للفوز بكاس ربيعه الابطال الافريقيه لكره القدم بالنسخه الجديده والنسخه القديمه. فريق الاهلي ترجي في رصيده 4 ألقاب افريقيه، وعنده رصيد بشري سني اهله باش يلعب الادوار الاولى ويتجاوز الهفوات وكذلك الاخطاء اللي لاحت السنه الفارطه والخروج من الربع النهائي وكذلك السنه قبل الماضيه. والكره باش ترجع بمخالفه لصالح الترجي، يلزم الضغط في مناطق فريق بلاتو يونايتد فيما تبقى من وقت المباراه. وحمد الهوني والاصابه كذلك لمعتز الزدام،
الاهلي قلت اللي عنده الريكور في الفوز بكاس رابطه الابطال الافريقيه لكره القدم. 3 دقائق وقت بديل. بالنسبه للمباراه ما كانتش سهله، معناها يتعلق بحظوظه كامله تشبث فريق بلاتو يونايتد بالاسبقيه، حب يحافظ على الاسبقيه، ربما خروج لمعتز الصدام. الترجي اكيد بالخبره نتاعو ينجم يكمل 3 دقائق الاخيره بالبوسيسيون بالاختر بتواجد بن عياد وبن حموده وبن رمضان والهوني في مناطق الحارس ايلزيو. واكيد مباراه مش سهله وصعيبه، وهدف الى حد الان ثمين بالنسبه لبن رمضان. هدف وحيد ولكنه كافي للترجي للمرور الى الدور القادم، دور مهم جدا هو دور المجموعات. ان شاء الله الترجي للمره 20 سيكون متواجد في الدور المجموعات. دقدوق بالساق اليسار في تنفيذ ضربه مخالفه للترجي، حسام دقدوق، دقدوق على مارتين ياخذها يلزو دقدوق مع التراكورتو، هو الحارس النيجيري على مارتين ياخذ كورتو قبل تقريبا دقيقة ونص على نهاية المواجهة التونسية النيجيرية. الترجي في طريقه لتحقيق 6 انتصارات عندما يواجه الفرق النيجيرية. الترجي الذي واجه عديد الأندية النيجيرية على غرار نمبا إيوان وانيو، لكن انظار قبل هذا لفوسيني كوليبالي ايضا من بين الفرق اللي واجهها الترجي، جوليوس برجر، عديد الاسماء النيجيريه. ونذكر بلاتو يونايتد كان واجه النجم في 2018 ضمن هذا الدور. جوليوس برجر ذكرتني بجوليوس اغاوا. جوليوس اغاوا واحد من بين الاسماء النيجيريه اللي مرت بالترجي، ايضا مايكل الرامو نيجيري الجنسيه الافضل والاشهر في الانتدابات بالنسبه للترجي. صدام بعد تمريرة بن عياد وإضافة كبيرة قدمها الجزائري رياض بن عياد، لأنه رياض بن عياد ماهوش مهاجم كلاسيكي فقط، عنده نزعة المهاجم الرواق، وهذا وهذه الإضافة اللي قدمها منذ دخوله، وهذا كلاش كان اختيار نبيل معلول يقحمه كمهاجم ثاني. صحيح، ومتكون في بارادو، بارادو معناه خرجت لاعبين ممتازين يحترفوا حتى في البطولات الأوروبية. 70 عطال وعديد الأسماء. معناها مركز تكوين يشهد له بارادو، ويتعب برشا الدفاع وحتى مش كلاسيكي، معناها يكون خارج منطقه الجزاء وقوي على مستوى التصويبات. شفنا حتى في اللقاءات الوديه مع ترجي كان ناجح وينجم يلعب مع بن حموده دوزاكسيو معناها في مناطق المنافس. وبعض النتائج ديما في رابطه الابطال اللي يهم ممثل كره القدم التونسيه الثاني في المسابقه. للاسف الاتحاد الرياضي مناستيري منهزم بثلاثيه امام النادي الاهلي، الاتحاد من فرصة البروز في كأس الكونفدرالية الإفريقية. نذكر أنه سي اس اس عبد الرحمن تأهل إلى الدور القادم، كما ترجي تأهل رسميا بهدف وحيد ولكن هدف ثمين وغالي إلى دور المجموعات بفضل ضربة جزاء ناجحة سجلها محمد علي برونضا. أكيد